ها السفراء ينتظرون المقاطع قبل السفراء الاعصاب يعني كلامهم معجبك يعني. لا معجبني بس انا معلم تعال مكان يا حسين لا 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 لا, لا, لا. انا قلت اخوان عامر مقفلين الموضوع ابشر 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 بس لا في نقطتين مهمه لبه لبه حاج هم يبغوا يعلنوا على السفراء وانا ابغى اعلن عن اسف عن النسبه وانا ابغى اعلن عن شيء كذا مختلف انا اول متبرع في هذا الوقف يا سلام شوفوا قدامك الله أول متبرع في الوقف قولي الاسم شيخ هيا سعد عبد الله قرني أول متبرع في الوقف يا أخواني يعني أول ما قلنا صدق الجارية أول واحدة رفعت جوالها وتبرعت طبعا أنا أتكلم الآن عن الموسم الثاني لأن الوقف أيه نعم واضح نعم. يا أخواني هيا القرني سمعت عن الوقف ما قالت والله بنتظر ولا أحد بيتبرع عني رفعت جوالها وتبرعت فكانت اول اسم في قائمه المتبرعين اول اسم في قائمه المتبرعين طيب اسمها يخلد لها من باقي المتبرعين بالنسبه للي بيتبرعون انفسهم مثلا جوالاتنا عند الاداره الله يجزاك خير كيف الطريقه كم تبي تتبرع حسب التبرع